ضحية كبيرة، إلا أنها مهمشة ومنسية عن خارطة التطوير السياحية. صفية بارودان وأمينة بن دحمان. جبل أسوال رئة قرية تمغراس السياحية بتيزي وزو، منطقة جبلية خلابة بمقومات سياحية ومن أهم الثروات الطبيعية التي تزخر بها الحضيرة الوطنية لجرجرة بزوارها الذين يجدون فيها متنفسا لهم. يمكن قدرنا نفلسني من غين دقسي من غيني قدرنا نفلسن مراديني بالك ذي ليزاني 20 30 40 كاين كوني نكون قرنا الجهه ياكي انت الدار في النغم تمارس قرنا ايكاوون وكذا كي ادس من غانا كان جدود النق قرنا سن اثيالا اثيالا ياكي ذي مزدورار لا ولايه دبويره باش الاولى تجي الصنام. مؤهلات سياحية طبيعية جعلته محط اهتمام الكثيرين، لكنه يفتقد للكثير من الخدمات الضرورية التي من شأنها أن تجذب السواح أكثر على غرار المرافق العمومية. يا ان كونفلي غير لي بوزوان اون تيرم دو توريزم دو فيليجياتور دو سورتي اكوذ l'impératif de protéger le milieu yagien. Juste pour vous donner une indication, le ferir, juste derrière moi, il y a un petit espace qui est clôturé. Il y a des espèces, deux espèces essentiellement végétales, qui sont endémiques, qui n'existent nulle part ailleurs dans le monde à la yagien. منطقة جبلية بهذه الروعة وجب فتح المجال فيها للاستثمارات لإنشاء منتجعات سياحية ترقى بواقع السياحة في المنطقة. وبهذا مشاهدينا هي أخبارنا المحلية، لكن أخبارنا متواصلة دون انقطاع.